الموت، هذا الحدث الذي لا مفر منه، يثير الكثير من التساؤلات حول ما يحدث بعده وكيفية مرور الوقت على الموتى. هل يشعرون بنا ونحن نزور قبورهم؟ هل يمر الزمن عليهم كما يمر علينا؟ أم أن لهم عالماً مختلفاً؟ هذه الأسئلة تقودنا إلى عالم البرزخ، هذا العالم الغامض الذي يقف بين الحياة والموت، بين الدنيا والآخرة. فعالم البرزخ كما يصفه العلماء والمفسرون ليس كمثل عالمنا الذي نعرفه، فالوقت في البرزخ لا يقاس بنفس الطريقة التي نقيس بها الزمن هنا على الأرض. أيضا لا يشعرون بالوقت بنفس الإحساس الذي نختبره نحن في الدنيا، حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الروم عن المجرمين يوم القيامة: بسم الله الرحمن الرحيم، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. صدق الله العظيم. وهذا يعني أنهم عندما يبعثون يعتقدون أنهم لم يمكثوا في قبورهم إلا قليلا رغم مرور آلاف السنين. كما ذكر الشيخ ابن عثيمين أن الموتى يشعرون بأن الزمن يمر عليهم سريعا جدا، مثل ما حدث مع الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه فقال: لبثت يوما أو بعض يوم. هؤلاء الأموات الذين فارقوا الحياة منذ مئات السنين يمر عليهم الزمن كأنه لم يمر عليهم سوى لحظات قليلة، وكأنهم توفوا للتو. أما من حيث شعور الموتى بنا فتتفاوت الآراء حول هذه النقطة، حيث تشير بعض الأحاديث النبوية الشريفة إلى أن الميت يشعر بزيارة الأحياء له عندما يزورون قبره ويدعون له، وأن الدعاء يصل إليهم مثل النور يضيء قبورهم. ومع ذلك لا يوجد نص صريح يؤكد أنهم يشعرون بكل ما يحدث من حولهم في العالم الدنيوي، حيث أن العلماء يشيرون إلى أن تجربة الموتى تتعلق أكثر بعلاقتهم مع الله وبما قدموه في حياتهم الدنيا. ووفقاً لبعض العلماء فالدعاء والصدقات التي يقدمها الأحياء للموتى يمكن أن تكون وسيلة للتخفيف عنهم في القبر وزيادة نعيمهم، وهذا هو الجانب الذي يمكن أن يصلهم من العالم الدنيوي. لذلك من الأفضل أن نستمر في الدعاء لموتانا وزيارة قبورهم لتذكير أنفسنا بالموت والحياة الآخرة. وأخيراً فإن التفكير في مرور الوقت على الموتى وإحساسهم بنا يضعنا أمام حقيقة غيبية عميقة لا يمكن للعقل البشري أن يستوعبها بالكامل. فما نعرفه مؤكد هو أن عالم البرزخ يختلف جذرياً عن عالمنا، وأن الموتى يعيشون فيه تجربة زمنية لا تشبه تجربتنا في الدنيا، ولكن يظل الدعاء والصدقة هما الرابط الأقوى الذي يمكن أن يجمع بين الأحياء والأموات، ويظل الموت هو الحقيقة التي يجب أن نستعد لها دوما.